السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا في كورس التوزيع الكهربي. هنكمل كلام في جزئية التعرف على مكونات نظام التوزيع الكهربي. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض المكونات، وهنكمل النهاردة. كل المكونات اللي هنتكلم عنها النهاردة هي بعنوان الـ Emergency Power Sources، أو مصادر الطاقة الكهربية في حالة الطوارئ. هنتكلم الأول في النقطة الأولى عن إحنا ليه بنحتاج مصادر طاقة كهربية في حالة الطوارئ، وبعد كده هنتكلم عن الأنواع الرئيسية اللي هنذكرها النهاردة، اللي هي مصادر الطاقة في حالة الطوارئ، اللي هي الديزل جنريتور، وبعد كده اليو بي اس، بعد كده آخر نوع السنترال باتري سيستم. أول حاجة، إيه احتياجنا، أو إحنا ليه محتاجين مصادر طاقة في حالة الطوارئ؟ السبب في كده إن دايما في احتمالية إن النظام أو إن مصدر الطاقة اللي هو النورمال اللي جايالي من السبستيشن من بره، من الوارد إن الطاقة اللي جاية من بره أو السيرفيس اللي جايالي من بره دي يحصل لها انقطاع في أي وقت لعدة أسباب. ممكن يحصل فولت بره من الطريق اللي جايالي فيه الكابلات، ممكن يحصل شورت سيركت في الكابلات دي، أو يحصل مثلا انقطاع لإحدى الكابلات دي. بالإضافة لكده، ممكن في الظروف الجوية السيئة ممكن يحصل أي فيلير في خطوط النقل اللي جاية من بره أو كده، وده بدوره بيؤدي لأعطال كمان في محطات التوزيع اللي واخدة من خطوط النقل دي. ولذلك إحنا بنحتاج مصادر طاقة تديني كهرباء في حالة الطوارئ، لأن بيبقى في عندي بعض الأحمال ما ينفعش إن الكهرباء تنقطع عنها لمدة طويلة، أو في كمان أحمال ما ينفعش الكهرباء تتقطع عنها خالص ولو لثانية. تاني حاجة، أحمال الطوارئ عادة بتكون نسبة من الحمل الكلي بتاع المبنى، يعني بمعنى إن بناخد أجزاء من الـ أو نسب من الأحمال اللي موجودة في المبنى، وبنوصلها على مصدر الإمرجنسي. ولكن برضه في بعض الأحوال أو في بعض الحالات ممكن ألاقي إن أنا محتاج أحمل المبنى كله بجميع أحماله على مصادر الإمرجنسي، بحيث لو حصل انقطاع للكهرباء الرئيسية يبقى المبنى كله بكل أحماله متحملة على الإمرجنسي. وفي النهاية اللي بيحدد ده كله هو درجة أهمية المبنى، أو هنستخدم المبنى في إيه، هو ده اللي بيحدد إذا كنت أنا محتاج أحمل أوصل المبنى كله على الإمرجنسي ولا لأ. زي ما قلنا إن مصادر الطاقة بتاعة الإمرجنسي أكتر نوعين مشهورين منهم هما الديزل جنريتور واليو بي إس. في نوع تالت اللي هو السنترال باتري سيستم. السنترال باتري سيستم ممكن ألاقي نفسي إن أنا محتاج أستخدمه في بعض الأنواع من المباني أو بعض المشروعات، زي ما هنشوف في السلايدات الجاية.
وفي النهاية طبيعة الأحمال أو نوعية الأحمال هي اللي بتحدد لي أنهي نوع من الثلاث أنواع دول هو اللي أنا محتاج أستخدمه، زي ما نشوف برضو في السلايدات الجاية. أول نوع معانا في مصادر الـ Emergency Power Sources هو الديزل جنريتور. الديزل جنريتور من الكلمة إن هو جنريتور، بس هو في الحقيقة بتكون جاية باكج مع بعضيها أو ست فيها ديزل موتور، يعني موتور بيشتغل بالديزل وكابل متوصل ميكانيكالي مع الإلكتريك جنريتور هو اللي أنا باخد منه الكهرباء. الجنريتور بيبقى في كالعادة، يعني في الحالة العادية لما بيكون النورمال باور شغالة، في العادي في الحالة دي بيكون الجنريتور مطفي. أما إذا حصل انقطاع في النورمال باور ففي سيجنال بتروح للديزل جنريتور، فبيبدأ يشتغل ويبدأ آخد منه باور بعد لحظات، يعني ممكن ثواني وممكن دقايق على حسب نوع نوعية الجنريتور نفسه. وده معناه إن الأحمال المتحملة على الجنريتور هتفصل لبعض الوقت ما بين من أول ما النورمال باور تفصل لغاية ما الجنريتور يقدر يقوم وآخد منه باور. الميزة الرئيسية أو أهم ميزة للديزل جنريتور إن هو عنده إمكانية إن هو يغذي لي كمية كبيرة من الأحمال، ممكن توصل على حسب طبعا حجم الجنريتور، فبلاقي إن في أحجام من الجنريتورز ممكن توصل لكذا ميجا وات، فده طبعا تعتبر يعني كمية أقدر أغذي بيها أحمال كبيرة، ولمدة برضو ممكن أقدر أستخدم الجنريتورز لمدة لساعات طويلة، يعني طالما في مصدر متوفر للديزل، مصدر مستمر يعني. على الجانب الآخر في عيب في الديزل جنريتور إن هو طبعا طالما عندي ماشين فطبيعي إن هيبقى فيه صوت ناتج عن الدوران بتاع الجنريتور والموتور مع بعض، فده بيعمل لي شوية مشاكل في المبنى أو في المحيط اللي حوالين الجنريتور ده. علشان كده لازم أوضة الجنريتور يبقى ليها مواصفات خاصة، سواء من كواتم صوت أو من بعض المتطلبات، علشان تقلل مستوى الضوضاء اللي طالع بره الأوضة دي. علشان أقدر أدخل عندي الديزل جنريتور في السيستم بتاعي، في وسيط ما بين الجنريتور وما بين ما بين باقي السيستم. الوسيط ده اسمه اوتوماتيك ترانسفير سويتش او اختصارا ATS. دي عبارة عن لوحة تحكم بتبقى موجودة ما بين واخدة توصيلة من الجنريتور وواخدة توصيلة من النورمال باور سورس اللي هو مثلا المحول، وبيبقى طالع منها توصيلة تالتة لباقي السيستم اللي هو يعني اللوحة الرئيسية اللي هتشتغل في حالة انقطاع النورمال باور سورس. وبالتالي وظيفة الـ ATS إن في حالة انقطاع النورمال باور سورس الـ ATS هيدي أوردر للجنريتور إن هو يشتغل ويفتح الطريق للجنريتور إن هو يدي الباور بتاعته للأحمال اللي هي متوصلة عليه إن هي هتشتغل في حالة الطوارئ. بالنسبة بقى للأحمال اللي هي مناسبة أو
هي في العادي بتتوصل على الجنريتور بحيث تشتغل في حالة قطاع النورمال باور سورس، فهي بتبقى نسبة من أحمال الإضاءة، عادة يعني بتبقى 30% من الإضاءة متحملة على الجنريتور أو على حسب طبيعة المشروع. وبعض أحمال التهوية الـ HVAC اللي هي متعلقة بالسيفتي، زي مثلا مراوح البريشرايزيشن فانز اللي هي لازم تشتغل في حالة الطوارئ، على أساس إن لو حصل حريق أو كده فالمراوح دي بيبقى لها دور إن هي بتحد من انتشار بتعمل يعني تغيير في الضغط، بحيث تحد من انتشار الدخان في المبنى، بحيث توفر لي أمان أكتر للناس اللي موجودة في المبنى بحيث يقدروا يهربوا من المبنى. وبعض أحمال اللو كارنت زي الدور كنترولرز والفاير ألارم بانل، وكمان بعض أحمال الميكانيكال لود زي فاير بامب اللي هي برضو محتاج إن هي تشتغل معايا في حالة الطوارئ، ما ينفعش إن هي تفصل. النوع التاني معانا من الـ Emergency Power Sources هو الـ UPS، وده اختصار Uninterruptible Power Supply أو المصدر الطاقة الغير المستمر أو الغير قابل للانقطاع. الـ UPS عادة أو تكوينه بيتكون يعني دايرة إلكترونية مكونة من 3 حاجات رئيسية: الـ Rectifier بيحول من AC لـ DC، و باتري عشان تخزن الـ باور اللي هي اتحولت للدي سي، وتالت حاجة الانفرتر اللي بياخد الدي سي من البطارية ويحوله الاي سي يغذي الأحمال. فكرة عمل اليو بي اس بتعتمد على ان هو بيحول التيار الكهربي من الاي سي للدي سي وبيخزنه في البطاريات، بحيث لما احتاج الباور دي اخدها عن طريق الانفرتر احولها تاني من الدي سي للاي سي واقدر اغذي بيها الاحمال في حالة ان النورمال باور فصلت. وفكرة تواجد البطاريات بيتيح لي ان انا اغذي الاحمال لمدة معينة بشكل مستقل عن النورمال باور سورس. والأحمال المناسبة إن هي تتوصل على اليو بي اس هي أحمال معتمدة على الداتا ستورج أو الحاجات اللي فيها مايكرو بروسيسورز أو الأجهزة الحساسة اللي هي ما ينفعش الكهرباء تنقطع عنها فجأة حتى ولو لثواني، على أساس إن ممكن في بعض الداتا تضيع من اللودز دي، بالإضافة لبعض الأحمال اللي بتبقى موجودة في المستشفيات زي بعض الأجهزة في غرف العمليات والعناية المركزة والحاجات دي، برضو نفس الكلام ما ينفعش إن الكهرباء تتقطع عنها. فطبعا الأحمال دي اللي هي بتبقى موجودة مثلا في الداتا سنترز أو بعض أجهزة الكمبيوتر في البنوك وأجهزة السيرفرات اللي بتبقى موجودة في أنواع كتير من المباني زي المباني الإدارية أو الفنادق أو المستشفيات والآي تي راكس برضو، وزي ما قلنا أحمال بعض الأحمال الموجودة في المستشفيات. يتضح من الكلام ده كله إن أهم ميزة في الـ UPS إن هو بجانب طبعا إن هو بيوفر لي التغذية المستمرة من غير انقطاع عن ال من غير يعني من غير ما التغذية تنقطع عن الحمض، وتاني حاجة إن هي دايرة إلكترونيك مفيهاش
الروتيشن ومفيهاش النويز اللي بتحصل زي في الديزل جنريتور. وبرضه فكرة إن زي ما قلنا التغذية المستمرة، إن العمل المعتمد على الجنريتور يبقى الكهرباء هتنفصل لبعض اللحظات عن الأحمال، لكن على العكس في اليو بي اس، طول ما أنا موصل الحمل على اليو بي اس فخلاص، وطول ما البطاريات فيها محتفظة بالباور يبقى كده الحمل بتاعي مش هتنقطع عنه الكهرباء ولا ولا ثانية. ففكرة التغذية المستمرة دي مناسبة للأحمال اللي إحنا ذكرناها. أما العيب الرئيسي في الـ UBS استخدام البطاريات اللي بتحتاج مني شوية صيانة كل فترة معينة، بجانب إن ليها اللايف تايم بتاعها صغير شوية، بحتاج إنها تتغير كل فترة. بعد ما تعرفنا على مميزات وعيوب ومكونات الـ UBS، هنتكلم دلوقتي على 3 أنواع رئيسية للـ UBS على حسب فكرة العمل بتاعت كل واحد. فهنلاقي إن أول نوع من الـ UBS هو الـ Offline Type، أو اسم تاني ليه الـ Standby Type. فهنلاقي إن هو مكون من مسارين رئيسيين. المسار الأول هو اللي هو بتاع اللي بيحتوي على الريكتفاير والباتري والإنفرتر. طبعا البطاريات دي بتشحن في الحالة الطبيعية، وفي في حالة نورمال، يعني في حالة توافر النورمال باور سورس، بيكون الاعتماد على المسار ده اللي هو بياخد الباور مباشرة من النورمال باور سورس وبيوديها لللود. أما في حالة انقطاع النورمال باور سورس، فالترانسفير سويتش ده بيروح على البوزيشن التاني فورا في زمن يعتبر يعني زمن صغير جدا، يقترب من الزيرو سكند يعني، وبياخد بيتيح ان انا اشتغل من المسار التاني اللي هو ان انا اخد من الطاقة المخزنة في البطارية وتعدي عن الانفرتر وتروح على اللود. اما بالنسبة للنوع التاني عفوا بالنسبة للنوع التاني من اليو بي اس اسمه لاين انتراكتيف تايب، وده زي النوع اللي فات بس مضاف عليه الـ AVR أو الـ Automatic Voltage Regulator، وده بيتيح لي إن أنا في حالة وجود الـ Normal Power Source آخد منه مباشرة بس بعد ما الباور تعدي على الـ Automatic Voltage Regulator، بحيث يظبط لي الجهد وأتأكد إن انها يعني شغال بباور، يعني الكواليتي بتاعتها عاليه متظبطه لان هي عدت على ال AVR. ونفس الكلام في حاله ان لو النورمال باور سورس فصل، فالترانسفير سويتش بيتنقل للبوزيشن الثاني وبيتاح لي ان انا اخد باور من اللي متخزنه في الباتري عن طريق الانفرتر. أما النوع الثالث من الـ UBS هو اسمه Online أو Double Conversion Type، وده بيبقى على طول معتمد على إن الباور تتاخد من الباتري، بمعنى إن الـ3 مكونات دول على طول شغالين اللي هم الريكتفاير والباتري والإنفرتر، سواء النورمال باور سورس شغال او مفصول، فدايما الباور بتكون ماشية في المسار ده اللي هو من الريكتفاير للباتري للانفرتر. وفي مسار تاني اللي هو اوتو باي باس، ده بيبقى ليه استخدام هنشوفه في السلايد الجاي.
فبعد ما تعرفنا عن على الثلاث أنواع الرئيسية لليو بي اس من حيث التركيب، هنتعرف دلوقتي على المودز اوف اوبريشن أو أنظمة التشغيل بتاعة اليو بي اس. فأول مود منهم هو النورمال مود، وده اللي بيكون خلاله يعني تغذية الباور من السبلاي بعد ما تعدي على الريكتفاير والانفرتر من غير ما ناخد باور من الباتري. أما الباي باس مود فده هو اللي بيستخدم لو حصل اوفرلود في الانفرتر أو درجة الحرارة بتاعة الانفرتر حصل فيها ارتفاع، فبنضطر إن احنا نستخدم المسار التاني علشان لغاية ما مشكلة الحرارة دي تتحل بتاعة الانفرتر. المود التالت اللي هو باتري مود، ده اللي بيحصل لما نورمال باور سورس يفصل، فببدأ آخد من الباور المتخزنة في الباتري وتتحول للإي سي عن طريق الإنفرتر، وهبدأ أغذي بيها الأحمال. بعد ما اتعرفنا على أول نوعين في الـ Emergency Power Sources اللي هما الديزل جنريتور وتاني نوع الـ UPS، هنتكلم على النوع التالت دلوقتي اللي هو الـ Central Battery System. فالـ Central Battery System بيتكون من حاجتين رئيسيتين، أول حاجة اللي هي الباتري، وبعد كده الـ Conversion System اللي هما الـ Charger والـ Inverter. فكرة عمل الـ Central Battery System مشابهة لفكرة عمل الـ UPS، لكن مع بعض الاختلافات اللي هنشوفها. الاستخدام الأنسب للـ Central Battery System بيبقى في تشغيل أو تغذية إضاءة الطوارئ. برضو مصطلح إضاءة الطوارئ هتعرف عليه بعد شوية. هنشوف الأول مقارنة بين الـ Central Battery وما بين الـ UPS. فالأحمال المناسبة للـ Central Battery هي الـ Emergency Lighting، ولل UPS الأحمال تانية زي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، اللي هي الأحمال اللي فيها داتا بروسيسنج وبعض الأحمال الأجهزة في المستشفيات والعناية المركزة والحاجات دي. تاني نقطة في المقارنة، المونيتورينج موجودة في السنترال باتري ومش موجودة في اليوبيس. تالت حاجة الحجم، السايز بتاع الحاجة نفسها، السيستم نفسه بتاع السنترال باتري نسبيا صغير بالمقارنة باليو بي اس اللي هو بالنسبة له بالكي شوية أكبر في الحجم. آخر نقطة الباور لوس، فبالمقارنة باليو بي اس فالسنترال باتري فيه لو باور لوس واليو بي اس فيه باور لوس عالي شوية. نتكلم شوية عن النقطة اللي ذكرناها في السلايد اللي فاتت بتاعة الإمرجنسي لايتنج. إيه هو الإمرجنسي لايتنج؟ فتعريف الإمرجنسي لايتنج هو الإضاءة الضرورية اللي أنا بحتاجها أو اللي لازم تكون موجودة في حالة انقطاع النورمال باور سورس، وكمان في حالة بالإضافة لكده لو الـ Normal Power Source فصل وبعد كده اشتغل الـ Diesel Generator وشغل
في حالة برضو إن الجينات وكمان فصل، يعني مثلا البنزين أو الوقود بتاعه خلص، أو في بعض الحالات اللي كان ممكن تحصل لو حصل حريق واضطريت إن أنا مثلا أفصل الإضاءة اللي متحملة على الجنريتور، فلازم يكون عندي مصدر إضافي بيشتغل عليه بعض أحمال الإضاءة اللي هي هنا اسمها الـ Emergency Lighting. وأهمية الـ Emergency Lighting دي إن هي وجودها بيوفر لي الرؤية للناس اللي موجودة في المبنى في حالة من حدوث مثلا لا قدر الله طوارئ أو مشاكل مثلا زي الحرائق. لو حصلت حريقة في المبنى فلازم يكون في حد أدنى من الإضاءة شغال علشان الناس اللي موجودة في المبنى تقدر تشوف الطرق الرئيسية والطرق الهروب والأبواب علشان تقدر تهرب من المبنى. وفي المواصفات العالمية والأكواد قيم الإمرجنسي لايتنج ده اللي هو حوالي 10.8 لاكس، بحيث تبقى القيمة دي متحققة في حالة الإمرجنسي. بعدين ده يعني نتكلم عن الإمرجنسي لايتنج ده أصلا أنا بحققه إزاي أو بوصل له بإيه. فهو بيكون عن طريق نسبة من الكشافات اللي موجودة بالفعل عندي في المبنى، بالإضافة للإكزيت ساينز اللي هي علامات الهروب اللي بتبقى موجودة بكذا نوع، حاجات متحملة وول ماونتد زي دي، وحاجات حاجات متعلقة على السقف، وفي حاجات محطوطة فوق الأبواب بتاعة الهروب. والإكزيت ساينز طبعا هي كمان بتكون متوصلة بالكهرباء بحيث تنور في حالة الطوارئ. يبقى عند الإمرجنسي لايتنج بيعتمد على نوعين من مصادر الإضاءة، أول حاجة الكشافات اللي هي موجودة بالفعل وبتكون نسبة من الكشافات الموجودة أساسا في المبنى، بالإضافة للإكزيت ساينز علامات الهروب. وبنلاقي إن برضه الكشافات اللي موجودة بتاعة الإمرجنسي بيبقى ليها أماكن مفضلة، أو يعني أماكن لازم يكون فيها كشافات إمرجنسي زي السلالم أو هي اختلاف الليفلز اللي موجودة في المبنى، وعند التقاطعات بتاعة الكوريدورز مع بعض، وعند الإكزيت ساينز بحيث لو حد جاي من بعيد يقدر يشوف إن في إكزيت ساينز موجود إكزيت ساين موجودة في المكان ده. كان في العادي كشافات الإمرجنسي لايتنج لازم يكون جواها بيلت إن باتري، علشان لو الكهرباء فصلت عن الكشاف يقدر يشتغل عن طريق البطارية دي لمدة معينة على حسب ساعة البطارية دي. علشان كده كان الكشافات بيطلق عليها سيلف كونتيند ليومينيرز، أو يعني الكشاف اللي هو بيحتوي من جواه على بطارية. أما ده اللي كان بيستخدم عادة. دلوقتي مؤخرا لما ظهر السنترال باتري سيستم لغينا الاعتماد على البيلت إن باتري، بدل ما أحط أو يعني بدل ما أحط في كل كشاف إمرجنسي بطارية. بقيت استغنيت عن الموضوع ده وبقيت بوصلهم على كلهم على السنترال باتري سيستم، بحيث كلهم ياخدوا الباور بتاعتهم من السنترال باتري سيستم. بالإضافة لكده السنترال باتري سيستم بيقدر بالإضافة إن هو يغذي الكشافات دي، بيقدر كمان مونيتور للكشافات دي ويقدر يعمل عليها كمان كنترول، بحيث يبقى أنا عندي مونيتورنج أو أقدر أراقب كل كشافات الإمرجنسي لايتنج في المبنى، أعرف مين اللي شغال ومين مطفي وأقدر أتحكم فيهم. وبالإضافة لكده لو في مشكلة حصلت في كشاف معين أقدر أعرف فين مكان الكشاف ده بالظبط، بحيث طاقم الصيانة اللي موجود يقدر يتعامل معاه.
والسنترال باتري سيستم زي ما قلنا بيخليني استغنى عن موضوع ان انا احط بطارية في كل كشان، وده كان بيتطلب ان انا اعمل صيانة متكررة لكل كشاف علشان أصين البطاريات الموجودة فيه، بالإضافة لأن اللايف تايم بتاعها قليل بتحتاج إن أنا أغير البطارية كل شوية لكل كشاف. وعندي أنواع كتير من المباني اللي يفضل إن أنا أستخدم فيها السنترال باتري سيستم زي الفنادق والمستشفيات والمباني الإدارية. ودلوقتي بعد ما تعرفنا على الثلاث أنواع الرئيسية للإمرجنسي باور سورسز، هنشوف إكزامبل لسنجل لاين دياجرام بيوضح لنا أماكن السورسز دي. فهنا ده سنجل لاين دياجرام لسيستم، في محولات وفي كل محول ليه مين ديستريبيوشن بورد خاصة بيه. هنا يبدأ يظهر معايا الجنريتور، فهو هنا المحول ده بيدي مين ديستريبيوشن بورد، وفي جنريتور بيدي الديستريبيوشن بورد خاصة بيه اسمها جنريتور ديستريبيوشن بورد. بعد كده بلاقي الـ ATS اللي اتكلمنا عنه بيكون واخد مسار من الـ MDB النورمال يعني، واخد مسار تاني emergency من الجنريتور، وبيراقب في حالة تواجد النورمال باور سورس ده واللي هو الـ MDB، فالباور بتنتقل في المسار ده عن طريق الـ MDB لغاية الأحمال. أما في حالة لو حصل فيلير في النورمال باور سورس، فالـ ATS بيدي أوردر للجنريتور وبيبدأ يغير مسار الباور بحيث تيجي من الجنريتور لغاية الأحمال. فهنلاقي إن برضو هنا في ATS تاني موجود بيأدي نفس الوظيفة، بحيث يا إما الأحمال دي يا إما تتغذى من الـ MDB يا إما من الجنريتور. أما في الحالة دي ففي UBS متوصل على الجزء ده من الجنريتور ديستريبيوشن بورد. يعني نلاقي الجنريتور ديستريبيوشن بورد بتغذي لوحتين، واحدة اسمها EMDB، واحد واخدة بتاخد من الجنريتور أو النورمال باور سورس، وفي لوحة تانية اسمها EMDB2 واخدة من النورمال باور سورس واخدة من الجنريتور وكمان من الـ UBS، بحيث الأحمال المتغذية من هنا بتبقى معتمدة على الـ UBS بحيث أضمن إن هي ما يحصلهاش أي انقطاع. وفي حالة إن النورمال باور سورس وقع، فالجنريتور بيشتغل بحيث يمد اليو بي اس بالباور اللي هو فقدها نتيجة لتغذية الأحمال. بكده نبقى خلصنا المحاضرة عن الموضوع الجانس باور سورسز. أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة، وإلى اللقاء في محاضرة جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.